عمر دريمي ومن وسط عباس العيساوي، أهلا بكما. أبدأ من الأنبار معك عمر، ما هي تفاصيل المجمع السكني في الفلوجة؟ حدثني، يعني كيف تسير الأعمال هناك؟ يعني الأعمال تسير بوتيرة جيدة جدا في هذا المجمع الذي يعني تعداد الوحدات السكنية فيه أكثر من 600 وحدة سكنية، فبالتالي هو أكبر المشاريع السكنية التي تنجزها الحكومة وتحديدا وزارة الإعمار والإسكان في محافظة الأنبار، هو الأكبر كما ذكرت، أكثر من 600 وحدة سكنية. انقسمت الأبنية أو الشقق السكنية في هذه العمارات إلى أي وبي، هناك اختلاف بسيط في المساحات والتصميم القليل. المجمع يحتوي على كافة البنى التحتية، من مجاري، من شبكة مياه الصرف الصحي، شبكة مياه الصالحة للشرب، شبكة الكهرباء، شبكة الاتصالات. المشروع متكامل وسيخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين، وهو من ضمن الخطط الحكومية التي ترمي لحل أزمة السكن التي تشهدها محافظة الأنبار. يعلم الجميع أن قطع الأراضي أصبحت غالية في محافظة الأنبار، فشريحة كبيرة أصبح عليها من الصعوبة شراء قطع أراضي وبناء بيوت، وهذه المجمعات السكنية التي خططت لها الحكومة العراقية ستحل جزء كبير من هذه الأزمة. للمزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذا العمل ينضم معي المهندس عادل، المهندس المقيم على هذا المشروع. مهندس عادل، مرحبا بك على شاشة قناة الإخبارية. باختصار لو سمحت، حدثني عن هذا المشروع ومتى من المؤمل أن ينجز. تقوم دائرة الإسكان أحد تشكيلات وزارة الإعمار في المجمع السكني في الفلوجة، باستئناف العمل بالمشروع بتاريخ 15/5/23 من شركة ديار العمارة. يتكون المشروع من 64 عمارة سكنية بنوعين A وB. نوع A 49 عمارة سكنية، ونوع B 15 عمارة سكنية بواقع 632 وحدة سكنية. ويحتوي المشروع إضافة إلى أبنية عامة من مركز صحي وروضة ومدارس عدد 3 وجامع وأسواق، إضافة إلى البنى التحتية وأعمال لاندسكيب وأعمال الطرق وشبكات الكهرباء الداخلية والخارجية. أستاذ عادل، السؤال المهم، نسبة الإنجاز ومتى من المتوقع أن يسلم المشروع؟ نسبة الإنجاز المشروع 43%، والمؤمل إنجاز المشروع في النصف الأول من العام المقبل إن شاء الله. طيب، زين الانضمام معنا. نعم، كما تحدث المهندس عادل. نعم طيب عمر.